رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء حرب التحرير الوطني بمناسبة إحياء الذكرى 53 للاستقلال. وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، قام رئيس الجمهورية بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء. وقد حضر هذه المراسيم مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء من الحكومة. من أجل عزة هذا الوطن العزيز، اللهم اجعل ثوابه في الجنة اللهم احفظ بلدنا هذا. الذين ضحوا بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة.